أيضا كان هناك تصريح للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح خلال حضور حفل اليوم الأمم المتحدة، حيث أكد وزير الخارجية دعم الكويت لجهود منظمة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والقضاء على الفقر. إن شاء الله تعالى. دعوة للمشاركة في احتفالية يوم الأمم المتحدة، وما تمثله هذه المناسبة من أهمية بالغة، نجدد من خلالها تأكيدنا على دعم دولة الكويت ومساندتها لما تبذله هذه المنظمة العريقة من جهود حثيثة في سبيل تعزيز التعاون الدولي وتحقيق شراكة دولية فاعلة تساهم في مواجهة التحديات المتسارعة، لا سيما تهديد السلم والأمن الدوليين والقضاء على الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة الأزمات الإنسانية ومكافحة الإرهاب وغيرها من القضايا التي باتت تؤرق عالمنا اليوم. ننتقل الآن إلى